السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم وصفة الجبن المقرمش يجي كروستيون. كنت عملتها في إحدى موائد رمضان، طلبوها مني بعض متتبعات مطبخ سلسبيل. اليوم نلبي لهم الرغبة تاعهم، نقدم هذه الوصفة، وصفة سهلة وسريعة التحضير. أترككم مع طريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. باش نحضروا هذه الوصفة نحتاجوا هكذا المثلثات تاع الجبن. هنا توماتو ما تحبوا ترفدوا على حساب الكمية، هادو نتحيهم في المجمد حتى يجمدوا كليا. نحتاجوا إلى بيضة، نحتاجوا الماء الدقيق، ونحتاجوا إلى الشابلي، وطبعا نحتاجوا الزيت للقلي. نتحيهم في المجمد، نعود لهم. بعد ما جبنا لنا الجبن نحضروا الخليط اللي نعملوا فيه الجبن. وضعنا هنا البيضة، نخفقوها قليلا، نضيفوا لها هنا الدقيق. هنا في البيضة نعمل ونشوف يولي عندنا الخليط شوية سميك باش نخفوه بالماء. هذا الخليط تعودتو دائما نعملوه في الكروكات، حنا نعملو فيه الدقيق ونبداو نخفوه بالماء باش ما نزيدوش البيض. هنا هكذا نخفوه، الان نخفوه بالماء باش ما يدخلناش في الخليط البيض كثيرا، حتى الا كانت عندنا كميه كبيره ما يدخلناش البيض بزاف. نخفوه هكذا بالماء ونعملو بالفوي. نزيدو له الماء، الان جمدت لي قلنا الكميه تاع الجبن. انا هنا رفدت 16 حبه، كنت نحيوها في المجمد باش تتماسك. نحيو هذا الغلاف، متماسكه جيدا في المجمد. نحيوها في الخليط تاع الدقيق والبيض والماء، ونعاود نمروها في لاشابليغ. غاية في لاشابليغ. هنا لخفتو باش ما يدوب لكمش الجبن في الزيت، من نعملوها نعملو هاد العملية مرتين، من الأحسن نعملوها مرتين. بعد ما كملنا كل حبات عملنا لهم المرة الأولى، الآن نعاود لهم المرة الثانية. نعاود نتحيوهم في الخليط ونعاود نعيدوهم في لاشابليغ. نلفوهم جيدا في لاشابليغ، وهذه المره نعاود نعيدو كل الجبن، نعيدو في المجمد حتى يجمد جيدا، نكون سخنا الزيت ونقليوه. تركتهم في المجمد مده 4 سوايع، جمدوا غايه الغايه، وعملتهم سخنت الزيت وقليتهم. من الاحسن تكون فخيتاز باش تتحيهم في الشبكه خطره واحده وتطلعوهم. هادو هما لي فرماج هكذا بكوكو، شويه نبدلو نعملوهم في الطاوله تاع الغداء ولا العشاء، نبدلو هكذا الاطفال ونعبيهم معنا ثاني للبحر ولا للنزهه، ولا يجيو ملاح يجيو يقرمشو. هذه فكره مديتها لكم نتوما ما تحبوا. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليو لي التعليقات تاعكم، تعملوا لايك لفيديو. اخيرا اشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.